المشكل اللي كاين اليوم هو اننا خدامين مع هذه الشركه هذه ويعني كنطالبوا بالحقوق ديالنا وكنطالبوا بالتعويضات ويعني خص هذا الشيء ديال البراكاج اللي كاين يديروا معنا حل. يعني انك كتبراك كتمشي لك الطوموبيل الفوريان يعني ما كاين لا تعويض لا والو، كيمشي لك الطوموبيل كيمشي لك البيرمي، كان اللي هز اسره هز عائله مسكين ما عنده فين يمشي، فين غيخدم هذا السيد، فين غيمشي؟ انه تمشي ليه الطوموبيل مسكين غيبقى عاطل، ويعني ما يمكنش انه مثلا عطاو الطوموبيل والبيرمي ما خداش، ما يمكنش يسوق بلا سياقه. والشركه راه بالفضل ديال هاد الناس هادي باش ان هاد الشركه كاينه، يعني باش هي كتصور على ظهر على ظهر على ظهر السائقين، كتصور على ظهرهم فلوس، وفي الضرر ما كتوقفش معاهم. يعني كاين شي ضرر السائق خاص الشركه توقف معاه، خاصها تعطيه التعويض ديالو كما كتعطي التعويض لوحدين اخرين. علاش هادو مالهم مساكن؟ هادو انسان وهادوك انسان وهادو ماشي انسان، راه بحال بحال مسكين كان اللي كاري، كان اللي عنده تريتا، كان اللي كله الظروف ديالو. يعني الانسان مسكين مهما انه خرج يشتغل في هذه المهنه هذه الا وعنده ظروف، يعني ومع هذا غلاء الاسعار وسميتو راه السائق مضروب. يعني مسكين كيمشي يصور واحد 20 درهم ولا 10 درهم ولا 15 درهم وتمشي ليه الطوموبيل يخلص فيها 4000 درهم وما عندوش مسكين، هو كيجري على باش يصور 50 درهم في النهار ولا 100 درهم وتمشي ليه الطوموبيل يخلص فيها 4000 درهم ويمشي ليه البيرمي. يعني هادشي ماشي قانون. سائق مهني سيارة الأجرة لمدة 31 عام، ولما تزيرت بنا الوقت وما خديناش الدعم ديال المحروقات ديالنا اللي عطتو الدولة للمولي الكريم، اضطريت باش نجي نخدم في لابليكاسيون. نهار 26 في شهر 7 تعرضت لبراكاج من طرف مجموعة ديال الطاكسيات برئاسة واحد الشخص اللي السلطة تعرفينو، على إطار هاد وكانت بالرفقة ديالي الزوجة ديالي، لأن كنا طالعين للدار اللي تصابت واحد الهلع واحد ان تروماتيزم بسيشيك، وأنا تصبت بواحد الكسر في الصبع ديالي سجب لي واحد شهادة طبية ديال 30 يوم. ومالغري توصى السيارة كانت دخلت الفوريير استوفات الوقت ديالها القانوني، خرجتها الحمد لله، ولكن البيرمي ديالي باقي مشدود كيقول القانون 3 شهور. كنتسألوا هاد الشركة هادي، منما نحن خدامين مع هاد الشركة هادي، خدامين مع الشركة مع هاد الشركة هادي، واش كاين شي تعويض ولا شي دعم؟ لا شي امبتي جيست. دابا كنطالبوا الشركه تاخذ هذه الهضره وتدعم، تعطي للناس البو، تعطيهم حقهم بونيس ديالهم، لان خدامين فابور مع هذه الشركه هذه. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.